اهلا بيكم معانا النهارده وحلقه جديده من برنامج سي في. الكمبيوتر والانترنت مجال بقى بيجذب العديد من الشباب، يمكن لانه مجال جديد عايزين يكتشفوه، يمكن لانه فيه اثاره بالنسبه لهم، يمكن لانه بيديلهم مساحه من الابداع. النهارده هنتكلم عن الويب ديفلوبر او مطور الانترنت. مين هو وبيعمل ايه وايه هي مهامه وانا ازاي اكون اصلا ويب ديفلوبر؟ كل ده هنعرفه النهارده مع ضيوف حلقتنا، استاذ حسين زهران ديفلوبمنت مانجر او مدير تطوير، واستاذ احمد حسام كرييتيف مانجر او المسؤول عن فريق تصميم وتنفيذ المواقع. اهلا بيكم معانا النهارده. احنا معانا سؤال شارع سالنا فيه الشباب مين هو الويب ديفلوبر، تعالوا نشوف قالوا لنا ايه ونرجع مره ثانيه. الويب ديفلوبر ده اللي هو بيعمل سايتس النت وبيبقى يعني بيبقى مسؤول عن شغل الويب والكلام ده على النت. يعني ويب ديفلوبر مش عارف. الويب ديفلوبر لا ما اعرفش. الويب ديفلوبر مش عارف. ويب ديفلوبر لا صراحه ما عنديش خلفيه. يعني الويب ديفلوبر ديفلوبمنت مطور الويب سايت، بيطور بيعيد بيعمل حاجة اسمها ريديزاين. مش عارف. ده اللي هو بينمي حاجات. مش عارف برضه. ديفلوبر؟ لا ما اعرفش بصراحة. مش عارفين المصطلح خالص، يعني حتى الناس مش عارفة تنطقه. يظهر ان هي فعلا مهنة مش معروفة، المهنة مش معروفة خالص كده، مش متخيلين كده خالص. طيب خلاص نقول لهم بقى مين هو الويب ديفلوبر. وظيفتنا بقت صعبة قوي. هو باختصار الموضوع، بالعكس انا شايف ان هو وظيفة منتشرة جدا في مصر بالذات والعالم العربي دلوقتي، من اكتر الوظائف اللي بتتطور بسرعة وبتكبر كمجال. الشغل فيه مطلوب قوي، كل الشركات دلوقتي زي ما كان زمان الشركات بتكبر وبتاخد مكاتب في حته وبتتوسع وكده، لا كل شركه دلوقتي لازم يبقى ليها موقع على النت. ما بقاش موقع مجرد بس وجود على النت، لا الموقع ده بقى ليه وظيفه كمان، الناس ممكن تشوف منه معلومات، تخاطب بيه الشركه، بيبقى فيه خدمه عملاء، في حاجات كتير جدا. فانا شايف لا الوظيفه دي مطلوبه جدا دلوقتي ومنتشره كمان بشكل كبير قوي. طيب هو بيعمل ايه المفروض؟ بيعمل ايه؟ هو الموضوع باختصار شديد مطور الانترنت ده او الويب ديفلوبر مجال واسع قوي، وظيفته باختصار ان هو واحد بياخد متطلبات العميل والديزاين بتاع العميل او التصميم بتاع العميل وبيحوله للغه معينه تبقى موجوده على الانترنت، بحيث ان اي حد يقدر يخش عليها يشوف الموقع ده ويستخدم الوظائف اللي فيه على حسب متطلبات العميل. طيب استاذ حسين، المؤهلات اللي بيحتاجها الويب ديفلوبر؟ تمام. هي المؤهلات مش مطلوب حاجة يعني بعيدة عن في إمكان البني آدم إن هو يتعلمها. يعني مثلا اللي مطلوب طبعا إن هو يبقى قادر إن هو يستوعب وإن هو يطور نفسه باستمرار وإن هو يبقى مطلع على كل ما هو جديد في عالم بالذات زي الانترنت والويب ديفلوبمنت. طبعا هو لازم يبقى بيعتمد في الأول إن هو بياخد كورسات ودورات تدريبية في الأول، مش شرط خالص إن هو يكون خريج. هي النقطة دي أنا كنت محتاجة أتكلم فيها فعلا، إن يعني أنا بلاحظ حتى صغير السن بيخشوا في المجال ده بشكل كبير، ففعلا هي الكورسات اللي احنا محتاجينها، مش مهم الدراسة. يعني في المجال بتاع الخاص بالتطوير المواقع والحاجات دي مش شرط دراسة تخصصية فيه، طبعا هي بتعتمد على إبداع الشخص لأن هي فيها جزء تصميم زي ما باشمهندس أحمد اتكلم، ولها جزء خاص بالتطوير أو إزاي هبدأ تنفيذ الموقع نفسه. فدي بتعتمد على عقلية الشخص وأخلاقياته وإزاي هيقدر يتعامل مع الموضوع وهل هيقدر يستمر فإنه يوصل للنتيجة اللي هو عايز يوصل لها ولا لأ. زي مثلا إن أنا في الآخر أنا عايز يبقى عندي موقع متكامل. يعني الموضوع كتعليم مش صعب خالص. طب أستاذ أحمد، الويب ديفلوبر ليه دور واحد ولا ليه أكتر من دور بيقوم بيه؟
هو ليه ادوار كتير جدا وبتبقى متحدده على حسب برضو الباك جراوند او الخلفيه بتاعه الشخص ده. الويب ديفلوبر الاجزاء الاساسيه بتاعته في ويب ديزاينر اللي هو بيصمم الموقع نفسه كتصميم ورسم والشكل. الويب ديفلوبر اللي هو بياخد الكلام ده يقطعه ويعمله كود او لغه معينه تبقى موجوده على الشبكه. يعني هي سلسله او كل واحد ليه وظيفه معينه ده الاصح. يعني كل واحد ليه مجال معين والثلاثه بيشتغلوا مع بعض عشان يطلعوا الموقع في الاخر. والثالث اللي هو السوليوشن ديفلوبر اللي هو بيعمل الجزء او المحرك بتاع الموقع ده او بنسميها الانجن بتاع الموقع ده. الثلاثه مع بعض دول الاساسيات. في طبعا حاجات متفرعه تانية حاجات صغيره في مجال حاجه اسمها يوزابيليتي انجينير، في حاجه اسمها انفورميشن اركتكت اللي هو مهندس المعلومات، في مجالات تانية صغيره بس الحاجات الاساسيه اللي هي ويب ديزاينر تصميم ويب ديفلوبر اللغه اللي بنشوفها على المتصفح او على البراوزر، والانجن اللي هو بيعمله السوليوشن ديفلوبر. دول الاجزاء الاساسيه للمطور الويب. طيب استاذ حسين، ثلاث اشخاص دول هل مهاراتهم واحده ولا كل واحد مهاراته بتختلف؟ كل واحد مهاراته بتختلف لان كل اتجاه او فريق او قطاع بيشتغل بادوات مختلفه وبتبقى نسبه الابداع فيها مختلفه. فالمصمم او الجرافيك ديزاينر كتعبير انجليزي بيبقى عنده الحس الفني مرتفع شويه كالوان وكتناسق للالوان وحاجات زي كده. بالنسبه للويب ديفلوبر طبعا ابداعه هو ان هو يبدا ياخد التصميم ده ويبدا يقطعه ويبدا يطلعه في شكل موقع. سوليوشن ديفلوبر او مطور برامج ده مسؤوليته ان هو يبدا يضيف على المواقع دي محركاتها او الانجنز الخاصه بيها اللي هي بتساعد في توسعه الموقع، في انه يشتغل بكفاءه اكبر، في انه يبقى بيبحث في قواعد البيانات المختلفه. طبعا هي كل قطاع بيبقى له المكتسبات بتاعتها وابداعها الخاص. يعني احنا حضرتك اتكلمت عن الابداع اكتر من مره، حابه هنا اركز على هل الابداع ده بيبقى فطري يعني بيبقى جوه الشخص ولا بيكتسبه؟ جزء كبير منه بيكون طبعا بالنسبه للتصميم والجرافيك ديزاين بيكون فطري، بس ده ما يمنعش ان هو في بعض الاحيان بيكون مكتسب في مجالات زي الويب ديفلوبمنت او تطوير المواقع ومجال السولوشن ديفلوبر او المطور، لان دي كلها بيكتسبها من طول خبرته في مجال العمل. كل ما هيبدا يشتغل في مواقع اكتر او مشاريع اكتر كل ما هتبدا نسبه الابداع عنده هتزيد، بمعنى انه هيبدا يتعامل مع كل موقع بطريقه مختلفه. يعني اكيد اي حد بيبدا في الأول هيكون عنده تحديات في أنه يبدأ يطلع حاجة بيرفكت أو يعني مكتملة، بس في الآخر بعد مشروع واثنين وثلاثة بيبدأ نسبة إبداعه دي بتزيد وبيبدأ حتى يشتغل أحسن بأداء أقوى بكفاءة أكبر في وقت أقل. فيعني نسبة الإبداع هنا بتزيد. يعني هي الممارسة هي اللي بتزود الإبداع وتخليه خلاق أكتر. يعني كتير من الشباب بيحتار أبدأ منين، أنا دلوقتي عايزة أبقى ويب ديفلوبر إزاي يبدأوا رحلة البحث من فين؟ طيب هي أهم حاجة إن الشخص يكون بيستخدم كمبيوتر والإنترنت كتير. ما ينفعش ويب ديفلوبر يبقى حاطط في دماغه ان هو هيروح ياخد كورس هيبقى ويب ديفلوبر، ده ما بينفعش في المجال بتاعنا. اهم حاجه ان هو يبقى واحد بيستخدم الانترنت كتير، عنده فضول انه يعرف الكلام ده بيتعمل ازاي، ويتعرض لمواقع كتير جدا ويشوف كل مكان او كل منطقه ليها فكر معين وشكل معين، يبتدي يعرف التكنولوجيز المختلفه او البرامج المختلفه او اللغات المختلفه اللي بيستخدمها في حاجات زي دي، ويحاول يعرف في برامج كتير جدا بتساعد حاجات زي كده.